صحيحين. أخذوا مني البطاقة، بس كان بدي أسألكم، حدا كتب اسمه بالعربي على البطاقة؟ واحد ولا واحد؟ حلو كتير، مش مشكلة. كان يا ما كان، مش بقديم الزمان، أنا وصديقتي قاعدين بمطعم عم نطلب أكل، فاطلعت على الشخص اللي عم بيساعدنا وقلت له في عندك لايحة الأكل؟ فهو طلع فيي هيك، فكر حاله سمع غلط، قال لي سوري. قلت له لايحة الأكل لو سمحت. ما بتعرفي شو بيقولوا لها؟ بلا. لا، بيقولوا لها منيو أو منيو، مظبوطة بالفرنساوي. تعا تعا شوف شو بدها. قرف إنه بين ما كان عم بحاول يشدني لبين ما قال لو آخر بنت بالعالم ما بتطلع فيها شو لايحة الأكل. كلمتين خلوا شاب لبناني يحكم على صبية قاعدة عنده بالتخلف، بالجهل، إنه كيف إنه فيها تحكي هيك حكي. فأنا هون بلشت فكر، اتضايقت، جرحت. إيه أكيد أنا ببلدي ممنوع احكي لاختي؟ وين بتصير؟ طب ليه ممكن اوصل لهيدي المرحله؟ طب نحن هون وفي كثير مثلي ممكن انه يوصلوا لمرحله بحياتهم يمحوا كل شيء صار قبل بس ليقولوا انه هن معاصرين وانه هن متحضرين؟ بدي انسى كل ثقافتي، كل افكاري، كل مخزوني الفكري، كل شيء ذكريات عندي، يمكن احلى ذكريات من الحرب هي قصص الطفوله. بدي انسى كل شيء تعلمته بالعربي بس لفوت بالجو، بس لكون انه انا انه وين المنطق؟ مع هيدا وكله حاولت افهمه وما بدي احكم عليه بنفس القسوه اللي هو حكم علي فيها. اللغه العربيه ما بتلبي، ما بتلبي، ما أنا لغة إنتاج علمي ولا بحث ولا لغة بتعتزوها بالجامعة ولا لغة منعتازها بالشغل ولا لغة منعتازها وقت اللي بدنا نعمل أي بحث علمي متطور، ولا أكيد اللغة اللي منعتازها بالمطار، لأن إذا حكينا عربي حيشلحونا تيابنا كلهم. طب وين بدنا نستعملها؟ فينا كلنا نقول هيدا السؤال، طب إنه بدك اللغة العربية وين بدنا نستعملها؟ هيدا واقع موجود، بس عنا واقع تاني أهم بدنا نفكر فيه وبدنا ننتبه له. اللغة العربية أو اللغة الأم، بتقول الأبحاث والتقارير إنه إتقان اللغات الأخرى يتطلب إتقان اللغة الأم، أما الإبداع باللغات الأخرى فهو شرط أساسي لإله إتقان اللغة الأم. كيف؟ جبران خليل جبران وقت اللي بلش يكتب، بلش يكتب بالعربي، كل أفكاره، كل خياله، كل الباطن تبعه، الما وراء، الفلسفة جابها من هيدا الطفل اللي قاعد بالضيعة، اللي ربي على ريحة معينة، على صوت معين، على فكرة معينة. فبس تبلش يكتب بالإنجليزي كان عنده مخزون فكري كبير، حتى وقت اللي كان عم بيكتب بالإنجليزي وقت نقرا له للانجليزي منشم نفس الريحه، منحس نفس الاحساس، فينا نتخيله هو ذاته هيدا اللي عم بيبدع بالانجليزي، هو ذاته اللي جاي من الجبل، من ضيعه بجبل لبنان. فهيدا مثل ما في حدا يقول انه لا مش مظبوط. تاني شيء بيقولوا اذا بدك تقتل شعب، الطريقه الوحيده لتقتلوا شعب هو انه تقتلوا اللغه. وهيدي هيدا الواقع بيعرفوا الشعوب المتطوره، الالمان، الفرنسويه، اليابانيه، الصينيه، كل الشعوب بتعرف هيدي الحقيقه. منشان هيك بتسن القوانين لحمايه لغتها، منشان هيك بتقدس هيدي اللغه، منشان هيك بتنتج فيها وبتدفع مصاري كثير حتى تطورها. طب نحن بنعرف اكثر منهم؟ طيب إذا نحن منا عالم أول وبعد ما وصلنا هيدا الفكر المتطور وبدنا نلحق بهيدا العالم المتحضر،
الدول اللي كانت مثلنا وهلأ قررت يصير عندها تنمية ويصير عندها أبحاث وتلحق بهيدي الدول مثل تركيا مثل ماليزيا وغيرها، هو اللي حملوا لغتهم هن وطالعين على هيدا السلم مثل الألماظة، حافظوا عليها خلوها حدهم، لأن إذا بيصلكن أي إنتاج من تركيا أو من غيرها ما مكتوب عليه باللغة التركية هيدا منه إنتاج محلي، ما حتصدقوا أنتوا أنه إنتاج محلي، حيرجعوا يكونوا استهلكوا واستهلكوا بغبا مثل ما نحن عم نعمل ثلاث ارباع الوقت. فليبدعوا لينجوا كان لازم يحافظوا على لغتهم. إذا قلت حرية سيادة استقلال شو بتذكركم؟ ما تذكركم بشيء؟ بغض النظر مع مين وكيف وليش، بس انه اللغه مش حكي انه اي كلمات عم بيطلعوا من التم، ابدا. اللغه هي بتمثل مراحل معينه بحياتنا عاطفتنا بترتبط فيها وبترتبط بهيدي المصطلحات. منشان هيك وقت نقول حريه سياده استقلال، كل شخص منكم في صوره بتفوت براسه، في كلمات معينه، في احساس معين ليوم معين لفتره تاريخيه معينه. فاللغه مش كلمه وحرف واثنين وثلاثه مصفوفين، هي فكره جوا ترتبط بكيف نحن منفكر، كيف منشوف الثاني، كيف الشخص الثاني بيشوفنا، شو مخزوننا الفكري، ليه منقول هيدا بيفهم وهيدا ما بيفهم. فإذا جيت قلت لكم freedom sovereignty، سارة مزبوطة، independence، إذا إجا ابنكم قال لكم يي داد كنتوا بهيدا الشيء اللي فيه freedom والشعار المبعث، شو بتحسوا؟ إذا بتحسوا، إذا منحس كثير مني خاص بطل عندنا مشكلة، خليني أمشي من هون أحلى، كنت عم بحكي على الفاضي. الفكرة هي انه هول التعابير بذكرونا بشيء معين. عندي صديقتي فرانكوفوني ومجوزه واحد فرنساوي، كنت عم بسالها انه كيف وشو ما بعرف شو، قالت لي كله منيح بس في ليله قضيتها كل الليل عم بساله عم بحاول ترجم له انه شو يعني تقبرني. رحت قلت له راحت لمعطرة قالت له تقبرني بالغلط. فكل الليل عم انه هو برأيه انه حدا متوحش لهالدرجة او بدها تنتحر يعني انه برمي مثلا. فهون هيدا شيء كثير صغير، لك قد ايه بخلينا نحن نحس انه انا ما قادرة اقول له لجوزي هيدي الكلمة، لا ما حد فوت براسه ومعه حق، هو هيك بفكر. وقالت لي انه هو بيسمع معي فيروز، بس في ليله قعدت حاول اقول له انه ترجم له حتى بلكي بحس مثل ما انا بحس لما نسمع فيروز. فالمعطره بدها ترجم له منن مديتن ايدي وسرقتك ولانك الن هون الكارثه رجعتن ايدي وتركتك. ترجموا لنا اياها. شو عملنا لنحمي اللغة العربية؟ حولنا هيدا الموضوع لقضية مجتمع مدني وأطلقنا حملة الحفاظ على اللغة العربية، مع أنه كتير ناس قالوا لي شو بدك بهالشغلة؟ روحي تسلي وانبسطي وشو بدك بهالوجعة الراس؟ مش مشكل. حملة الحفاظ على اللغة العربية أطلقت شعار بيقول بحكيك من الشرق بترد من الغرب. ما قلنا لا ولن نقبل، ونحن هذه اللغة ونحن نعمل ما تبعنا هيدا الأسلوب، لأن نحن ما رح نفهم هيك. وقت اللي يقول لي حدا هيك بصير بكرهها للغة العربية. نحن عم نقول نحن ما نشوف شو عم نعيش بالواقع ونقتنع بطريقة بتحاكي أحلامنا ويومياتنا وطموحاتنا، طريقة بتلبس نفس الثياب تبعولنا وبتفكر بنفس الطريقة اللي نحن منفكر فيها. فبحكيك من الشرق بترد من الغرب، حطت اصبعها على الجرح، شيء كثير سهل بس مبدع وبيقنع. من بعدها كمان عملنا حمله
فيها مشاهد الأحرف محطوطة على الطرقات، شفتوا شيء برا منهم، مشهد حرف وفي حواليه شريط أصفر وأسود مكتوب عليه ما تقتل لغتك. ليه؟ عن جد ما تقتلوا لغتكم، عن جد ما لازم نحن كلنا نقتل لغتنا، لأنه اللغة إذا قتلناها بنرجع نفتش عن هوية، بنرجع نفتش عن وجود، بنرجع نبلش من الصفر. مش بس ما رح نقدر نكون إنه متحضرين ومعاصرين، رجعنا عملنا صور الشباب والصبايا اللي عابطين الحرف العربي، صور شباب وصبايا كول، نحنا كتير كول. واللي بيقول إنه حكيتي كلمة إنجليزي إيه لقطناكي، لا أنا بتبنى كلمة كول، خليهم يجوا يعملوا بالدنيا يعطوني كلمة أحلى منا وظابطة على وقعنا أكتر منا. رح ضل أقول إنترنت، ما رح أقول رايحة على الشبكة العنكبوتية، إنه ما بتزبط، نضحك على حالنا. بس لنقدر نوصل لهون نحن كلنا بدنا نكون مقتنعين، ما بدنا نخلي الأكبر واللي مفكر حاله إنه هو عنده السلطة على اللغة إنه هو يقدر يفوتنا ويخلينا نحس ونفكر اللي هو بده اياه. فالفكرة يا شباب هو الإبداع. إذا ما قادرين نطلع على الفضاء ونعمل صاروخ وما بعرف شو فينا نبدع، هلأ كل شخص منكم هون هو مشروع إبداع. الإبداع باللغة الأم هو الطريق. خلينا نبلش من هلأ، من هاي اللحظة نكتب رواية، نعمل فيلم قصير، رواية واحدة ممكن ترجعنا للعالمية، ممكن تخلي اللغة العربية ترجع أول مركز. فمش ما في حل، عن جد في حل، بس خلينا ننتبه ونقتنع إنه لازم يكون في حل ولازم نكون جزء من هيدا الحل. بالآخر اليوم شو فيكم تعملوا؟ هلأ تويتس، مين عم يعمل تويتس؟ بترجاكم، عن جد بترجاكم، مع إنه خلص الوقت، يا بالعربي يا بالإنجليزي يا بالفرنساوي يا بالصيني، بس ما تكتبوا معقول M-A-3-2-O-U-L، لأنه كارثة، لأن هاي لا لغة، يعني هون فتوا بعالم افتراضي ولغة افتراضية وما حدا حيشيلنا من هيدا المطرح أبدا. فهيدا أول شيء فينا نعمل. ثاني شيء في كتير أشياء فينا نعملها. اليوم ما جاي حدا يقنع حدا، جايين ننتبه إنه لازم نحافظ على هذا الموضوع. وهلا رح خبركم سر. الطفل لما يخلق أول طريقة بتعرف فيها عبيه هي باللغة. فأنا بس تخلق بنتي رح إلا هيدا البابا حياتي، ما رح إلا This is your dad honey. وبالسوبر ماركت بوعدها لنور إذا بتقلي شكرا ما رح إلا دي ميرسي ماما، وإن شاء الله ما يكون حدا سمعها. خلونا نطلع من عقدة الأجنبي.